أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المشركون الأوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبية، فهل معنى ذلك أنهم كانوا لا يدعون الأصنام؟ يقول أحسن الله إليكم: المشركون الأوائل كانوا لا يقعون في شرك الربوبية، فهل معنى ذلك أنهم كانوا لا يدعون الأصنام بما يختص بصفة الرب جل وعلا كطلب الولد والشفاء؟ لا، هم قد يقعون في الشرك في الربوبية، لكن أكثر ما يقع منهم الشرك في الألوهية، في العبادة، في عبادة الله عز وجل، هذا هو أكثر ما يقع منهم. فإذا وقعوا مع ذلك في الشرك في الربوبية فهذا أغلب، لأنهم أشركوا في الألوهية وفي الربوبية، وهذا أشد. نعم.